أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا التقى ذكر الإنسان في فرج المرأة بدون حائل وبدون إيلاج، هل يوجب ذلك الغسل؟ لابد من الإيلاج. إذا التقى الختانان، ولا يلتقي الختانان إلا بالإيلاج، ختان الرجل وختان المرأة، إذا حصل إيلاج فإنه يجب الغسل سواء أنجل أو لم ينجل. أما مجرد المباشرة من غير إيلاج هذا لا يجب الغسل إلا إذا حصل دفء المني، فيجب الاغتسال لدفء المني لا للإيلاج، لأن الاغتسال يجب لأحد أمرين: إما بدفء المني بلذة أو باحتلام، وإما بالإيلاج.